السلام عليكم المتتبعين الأوفياء، مرحبا بكم. فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد إن شاء الله. مرحبا بكم، ألف مرحبا. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاود؟ أموركم هانية؟ كدايرين البنات مع رمضان؟ اليوم الثاني من رمضان، الله يقبل لينا وليكم ولجميع المسلمين صالح الاعمال يا ربي العالمين. ولفت شويه اليوم، ماشي بحال البارح. البارح كيكون شويه الواحد عيان، خصوصا الناس اللي مولفين تيشربوا القهوه في الصباح واتاي كيضرهم الراس، لكن الحمد لله داز النهار بخير وعلى خير. انا منهم، مني وجبت كما كيقولوا، الحمد لله اللهم لك الحمد. وخضرني الراس البارح شويه، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد كنت مولفه. القهوة ولا أتاي في الصباح، بزاف بزاف البنات مبلية بالقهوة وأتاي، الله يعفو عليا وعلى اللي مبلي بحالي. إيوا الحمد لله على كل حال، داز النهار بخير. واليوم الثاني اللهم لك الحمد. دابا يا النهار هذا غادي نبداو الروتين ديالنا وفيديو ديالنا بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا على بركة الله غادي نوجد معكم فطورنا الطبيلة ديال يوم الثاني ديال رمضان، الله يقبل لنا الصيام والقيام يا رب العالمين، الله يقبل لنا ولكم ولجميع المسلمين. نقولوا بسم الله على بركة الله. هنايا بديت غادي نعجن العجينة هي الاولى، درت شوية ديال الدقيق، شوية ديال الخميرة والزبدة والملحة، وعجنت بالماء دافي. العجينة عادية ديال الفطائر. هنايا درت شوية ديال الخيزو والبصلة والقزبور، شوية الملح الخرقوم، سكنجبير، شوية الزويتة شحرتهم. دابا راه طايبين واجدين. بديت كنعمر، كنشكل شكل بليغات ولا وريدات، والله ما عرفت اش غنسميهم. قولوا لي شي سميه البنات، شي سميه زوينه نبقى نسميها لهاد الفطائر هادو اللي كيجيو على هذا الشكل. بعد ما كنعمرهم كنقطعهم بالجراره، دهنتهم بالصفر ديال البيض ودخلتهم للفران. دابا راه واجدين ما شاء الله كما كتشوفوا معايا، وشكلت هذا الشكل حتى هو اللي بسيط. وهنايا الحريره ديال التيشه عاديه بزيت العود ومليحه واجده. وهنايا اتاي حاضر ناضر دائما في الطبيله المغربيه، ما كيخطاهاش. اللي كيدير الدجاج بعد ما كنفطروا كنشربوا كويس سيرتي مشحر بالنعناع كنقدوا به المجاج. الناس اللي مبليين بحالي كما قلت لكم قبيله، دعيو معايا البنات، كيقولوا دعوه 40 غريب مستجابه والله اعلم. الله يعفو عليا، نقطع هاد اتاي والقهوه الصراحه ضاريني مع فقر الدم، لكن مبليه بهم والحمد لله على كل حال. الله يهديني نقطعهم يا ربنا وجميع البنات اللي مبليين بهم بحالي. هذه هي الطبيله ديالنا ديال الفطور، التميره، اتاي، حريره، فطائر اللي وجدت معكم اللي قلت لكم نقولوا لي سميتهم اللي كتعرفوا. الحمد لله كل نهار ورزقه، كل نهار وشنو وجدنا وشنو اللي قدرنا اننا نوجدوه، الاهم هو اننا نأديو الواجبات ديالنا على اكمل وجه. نديرو الواجب ديالنا اننا نصلي وصلاتنا في وقتها، ما تفوتناش، خصوصا صلاة العصر اللي كنكونوا فيها مشغولين مع التجد ديال الفطور، اننا نحاولوا نصلي وصلتنا في الوقت ديالها. الا كانت البوطه مثلا مشعوله، شي حاجه كطيب قدرنا نطفيو عليها حتى نصلي ونطفيو، الا ما قدرناش نقصو عليها النار مهيله نخليوها ونصلي وصلتنا. ضروري نصلي وصلتنا في وقتها كيف ما بغى الحال يكون، نخليو اللي في يدينا نصليو، الا ودن صلتنا هي الاولى. والحمد لله الله يقبل لنا ولكم ولجميع المسلمين. رمضان شهر الغفران، شهر التسامح والصلاة والقيام وقراءة القرآن وصلة الرحيم، ماشي الأكل. الأكل اللي كلينا اللي قضينا به الحمد لله عليها، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال. هنا كنشارك معكم بعض الشهوات ديال القناة، المهم الشهوات ديالي اللي شاركت معكم في الفيديوهات ديال القناة. كنتمنى الفيديو يعجبكم
وتشجعوني بلايك والاشتراك، وسمحوا لي على صوتي ضربني البرد شوية. الحمد لله البارح فاش خرجت للسطح صورت لكم الشتا، تبارك الله تحت عندنا الشتا البارح ما شاء الله، راه صورت عليكم حطيتها لكم مع السحور، فيديو كان رائع ما شاء الله. الشتيوة تبارك الله مسقية الوقت الحمد لله عليها، الله يجعلها على قد النفع. كنتمنى الفيديوهات يعجبوكم وتنال هاد القناة إعجابكم يا ربي. شجعوني ثم شجعوني بالاشتراكات ديالكم واللايكات والبارتاج مع الأهل والحباب، جزاكم الله خير. الله يوفقنا جميع، راه القناة ماشي سهلة، التصوير ماشي سهل، وكذلك المونتاج الشهيوه اللي غتصوريها خصك تحطيها لوليدات ما كيصبروش، الله يهديهم كيبغيوها سخونه، وخصك انت تصوريها في ديك اللحظه فاش واجده. بحال مثلا هذا الفطور هذا راه ماشي سهل البنات انا نصوره هكا الطبيله ديال الفطور، وفي نفس الوقت نحطو لا فيديو في نفس النهار ماشي سهل. داكشي علاش كنحط لكم دابا في العشرة دائما كنحط لكم، لانه ما كتكونش عندي الوقت انني نمونطي، وكما قلت لكم صعيب الحال بزاف وبزاف مع العواشر. والحمد لله كنتمنى تشجيع منكم، كنتمنى يا رب العالمين يوفقنا جميع خصوصا في هذا الضمين هذا اللي صعيب وزاد كيصعب، نديرو يد في اليد نتعاونوا مع بعضياتنا، الله يوفقنا جميع يا رب العالمين ويجمعنا في الخير دائما. اخوات في الله اللهم لك الحمد، اللهم ديما محبه وصداقه في الله دائما ما بين الاحباب يا رب العالمين. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وعشركم بركه، رمضان كريم، تهلاو في راسكم، ودائما كما كنقولوا دير الخير تلقاه الانسان، خاصو يدير الخير باش ما كان خصنا نديرو الخير خصوصا في هذا الشهر الكريم. قدرتي ديري الخير بالقناه ديري بها الخير، دخلي عند الناس اللي قنواتهم يلاه بادين، قناه بقى صغيره شجعيها بارتاجيها حطيها في المنتدى، الله يكون في العون، الله يهدي هاد القنوات الكبارين بعد منهم. ما كنعممش اللي كيحقروا الصراحه قنوات الصغار، علاش يكون كانوا القنوات الكبار يشجعوا قنوات الصغار بصدق كون راهم وصلوا حتى هما. الانسان كينسى الخير، علاش علاش الانسان كينسى الخير ديال 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 الناس؟ القناه راه هي متتبع، الا ما تبعوك الناس وتفرجوا فكره ما غتوصل فين، نهار توصل ما تنساش خيرهم. كاينين بعض الناس ما كنعممش ماشي كلشي كيوصلوا، والله العظيم الا داك القليب ديال اللي كنعطيو الناس في التعليق ما يعطيه لك ما يخسرو فيك. علاش باش وصلتي؟ راه وصلتي بالناس، وصلتي بالدعم ديال الناس، هما اللي كيتفرجوا فيك، هما اللي كيديروا لك التعليق، اللايك اللي كيدفع على فيديو انه يوصل، هما اللي كيبارطاجيو لك القناه. علاش الواحد ينسى خير غيره؟ علاش ما خصناش نساو خير غيرنا؟ ولو تكون حاجة بسيطة، ولو تكون حاجة بسيطة الواحد دار فيها خير بيها ما نساهاش، عمري ما نسا خيره فين ما بغيت نوصل. ما كبير غير الله، ما كبير غير الله، كل واحد عنده رزقه، ما نحكروش الضعفاء سواء أصحاب القنوات الصغيرة ولا الناس اللي الضعفاء احنا طالعين عليهم شوية، ما نحكروهمش، ما نحكروش بعدياتنا. ما كبير غير الله كما قلت، والرزق هو الله كما كنقولوا، الابواب متصفه والارزاق متقسمه. الا اختي طلعتي قناتك طلعت، راه هذوك الناس الضعفاء هما اللي طلعوك، ما تنسيش خيرهم، راه كما عطاك الله انتيا راه حتى هما ربي غادي يعطيهم، ربي اللي كيعطي وكياخذ، يقدر في يوم من الايام ربي ياخذ منك داك الرزيق اللي عطاك، هذاك الخير اللي عطاك. لهذا ما تنساش خير الله وخير الناس اللي دعموك وعاونوك وطلعوك. دائما الواحد يحاول يحضر راسو شويه، الدنيا دواره ما سهلاش، قد ما بغى يكون عندك من الخير راه من عند الله، حمدي الله وشكري عليه وديري به الخير. قد ما كيعطيكم ربي الخير كيعطيكم الرزق ديروا به الخير، واللي عطاه الله من واسع
سهل عليه ربي بالخيرات، اعطاه باش يوصل، اعطاه باش يدير به الخير على اخوه المسلم اللي ما عندوش، اللي محتاج ليه. الله يكون في العون. كاينين الناس ما عندهمش مخصوصين لواحد الدرجة ولكن ما كيهضروش، خصوصا في هذا الوقت اللي كل شيء غالي، كل شيء غالي، والعواشر الا ما كانش الانسان نيت مزير راسه محزم ما يتكافش مع وليداته، مع الكرا، مع المصروف، مع بزاف الحوايج. الله يكون في العون، الله يكون في العون، والله يكون معنا ويهدي المسؤولين، يراعيوا شوية الناس الضعفاء. الله يكون في العون والعواشر والوليدات، الله يحسن العون، الله يكون في العون كل واحد ويسهل على كل واحد، والله رزقنا من واسع يا رب العالمين. الله يهدي ما خلق. نتمنى الفيديو عجبكم، غنخليكم على فيديو ديال الشتيوة شوية اللي صورت لكم بالليل، الجو كان زوين الصراحة. نتمنى منكم من المتتبعين الأوفياء الناس أصحاب الخير تبارطاجيو هاد الفيديو باش كلامي يوصل صحابه اللي كنوجه لهم هاد الكلام، يفيقوا شوية، يراعيوا شوية، يديروا الخير، لأنه هو اللي غادي يلقاوه خصوصا في هاد الشهر الكريم، الشهر الغفران، التسامح، الأجر، الصدقات، صلة الرحيم. الله يقبل لنا ولكم. إلى اللقاء في الفيديو المقبل. فرجة ممتعة في الشتوى الرائعة.